من أفضل التجارب اللي مريت بها خلال دراستي في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية هي قيامي بزيارة ميدانية للمنظمات العالمية كمنظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسيف ومنظمة اليو إن و WTO وهي منظمة التجارة العالمية. فعلا هي رحلة أثرتني معرفيا وأكاديميا جدا. تمكنت أن ألتقي من خبراء دوليين وأتعرف على experts يعني في مختلف المجالات. وأفضل شيء أنا يعني تعلمته هي أهداف التنمية المستدامة بصورة فعلية خلال البرنامج. وأتمنى فعلا أني أقوم بزيارة قريبة للمنظمات أو أني أكون حتى جزء منها.